غدا يصل القاهرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أول زيارة له منذ خارجية الحقيقة له منذ توليه ولاية العهد. وهذه الزيارة مدتها 3 أيام، بعدها عنده زيارة إلى لندن، بعدها عنده زيارة إلى واشنطن. وفد كبير من عدد من الوزراء سيرافق الأمير محمد بن سلمان من وزراء الخارجية والتجارة والشؤون الإسلامية وعدد آخر من الوزراء. جدول مزدحم بالأمور. طبعا في الأمير محمد بن سلمان يصل حوالي 4 مساء، ثم مباحثات منفردة مع الرئيس السيسي، ثم مباحثات بين الوفدين، بعدها عشاء، مأدوبة عشاء يقيمها الرئيس على شرف ولي العهد السعودي، يتضمن توقيع بعض الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارية. وأعتقد هناك اتفاقية لها علاقة بالبيئة أيضا وبالتعاون في حماية البيئة. تاني يوم اللي هو يوم الاثنين في زيارة لمدينة الإسماعيلية، حيث هيستعرض الرئيس يعني كتير العمل الضخم اللي اتعمل في الإسماعيلية، الأنفاق اللي تم حفرها، يعني الحقيقة في مشاهد كتيرة جدا الأمير محمد بن سلمان هيشوفها. وبعد كده هيزور الأزهر ليلتقي بفضيلة الإمام الأكبر، ويلتقي أيضا في زيارة أخرى في الكاتدرائية بقداسة البابا توادروس، ويلتقي أيضا بعدد من الصحفيين. وبعدها في عرض مسرحي في دار الأوبرا المصرية. يوم الثلاث يستقبل رئيس الوزراء المصري ورئيس مجلس النواب، وأيضا يتفقد ترميمات مشيخة الأزهر وجامع الأزهر، اللي هذه الترميمات اللي بتشرف عليها المملكة السعودية. طبعا رئاسة الجمهورية أصدرت بيان بترحب فيه بالزيارة، وإحنا كلنا أكيد بنرحب بزيارة ولي العهد السعودي.